كل عام وانتم بخير، حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية بأولى حلقات برنامج عيدكم مع فاطمة قيدار. إن شاء الله تكونون بخير وعافية. اليوم احنا أول يوم من عيد الأضحى المبارك، راح نكون متواجدين بجولة حلوة بالكرخ، تحديدا منطقة حي الجامعة. كل الشكر والتقدير على كل مشاهداتكم الحلوة، تعليقاتكم اللي تجنن، والدعم المستمر اللي نشاهده منكم. كل عام وانتم الخير والبركة بحياتنا احنا كإعلاميين وككادر برنامج عيدكم مع فاطمة قيدار. انتم اساس البرنامج، كل عام وانتم احلى شيء بهذه الدنيا. كل عام وانت بخير حمزة، كل عام وانت بخير حسن، كل عام وانتم الف خير كادر قناة الفلوجة الفضائية. اتمنى لكم السعادة والتفوق المستمر، اللي ما شاء الله منافسين ومنافسين بكل معنى الكلمة بين القنوات الفضائية. اليوم الحلقة راح تكون كلش حلوة. قبل ما أبلش الحلقة بين أهلنا وناسنا، بس راح أقول لكم بيت شعر واحد. رائد أبو فتيان يقول: أول مرة أحس مرتاح من دونك، وعيونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك، تقولهم ما وفالي ضحكتني بهاي، هسه أنت حبيبي بالوفا شلونك. المفروض أنا أنطيكم شعر عيد وعيدية، بس خلص أنا أحس أنه هذا الشعر كلش حلو، اليوم سمعته هواية، حبيت أشاركه وياكم بحلقتي لهذا اليوم. شكرا لكل رعاة البرنامج، شكر خاص وتقدير للراعي الرسمي لبرنامجي معمل الشاول الألبان، وأيضا الآيس كريم فخر الصناعة الوطنية. يلا تعالوا نبلش الحلقة. بالك بتعب حالك، واختار شاو طعم شاو طعم شاو 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 طعم الراقي، منتج عراقي، جرب مرة ولا تحتار. طيب مو عادي من ارض بلادي، هذا اسمه شاو اسمه شاو اسمه شاو شاو شاو. يا محلى اللمة لو جابه واسمه خير الطيب ما نختار. شياو أجواء الطعم بمواصفات عالمية وجهود محلية. شو اسمك؟ شمس. شموسة؟ أيه. شنو هذا الحضن الحلو والطاقة الحلوة بداية الحلقة؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير. صحة وسلامة. الله يسلمك. ان شاء الله يوم تخرجك. عفوا. اخذتي هواي عيديات بالعيد؟ اي. ها ايش قد؟ 50. 50 حصلتي؟ باول يوم لعد اخر يوم ايش قد تحصلين؟ ما ادري. 150. اكيد. ليش راح تشترين بال 50؟ ذهب. يا عمري تشترين ذهب؟ اي. زين تحبين الذهب انت؟ اي. ماما تشتري لك ذهب لو اختك؟ بفلوسي. اي اوكي صح، هو بفلوسك وبتعبك وبعيديتك، بس من يشتري لك؟ اكيد اختي. اكيد اختي. اكيد اختي. اكيد اختك تحبك. أي. اختك اي. هو انت متعبتها؟ لا. زين ها شنو الاحرف اللي موجوده بسوارج؟ اي اس اتش اي. منو هاي؟ علي. ها علي. انت شمس. اي. هاي مو سان، ما مكتوب سان. والله انا سويتها. ها مو اي بس اس اتش، هاي علامه قلب. ما شفتها زين يعني، بس حرفك الحلو. اي اوكي. كل عام وانت بخير. انت بخير. صحة وسلامة. عفوا. سلمي لي على اهلك. اوكي. باي باي. باي. يا عمري. يا روحي امي. يلا روحي لاختك. اوكي. عمري الانيق والله. عادي صورين وياي امي، انت بداية حلوة يا عمري. حلمي اشوفك. بعد قلبي انت فدوى لوجهك والحلمك الحلو. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. صحة وسلامة. شنو الرموش الحلوة هاي؟ شنو الرموش الحلوة؟ ما شاء الله والشعر الثخين. اللهم صلي على محمد وآل محمد. قد عمرك؟ 8 راح تسعة. على حصر 9. انتي 8؟ اي. ما شاء الله مبينة أكبر. كلهم يقولوا لي هيك. والله مبينة أكبر. تخبلين سلمينا على أهلك. يا صل. أي باي. باي. يا عمر انتي مرحبا. كل عام وانتو بخير. وانتو بألف خير. كل عام وانتو بخير. وانتو بألف خير. صحة وسلامة. ينعاد عليكم. علينا السلامة. وجهك علينا وعليك. كل عام وانت بألف خير. علامات العيد تراني كلش أغار. أريد أنا. وين سويتي وجهك؟ هنا أنا بالمرسم. أكو مرسم هنا أنا هسا أروح. حمزة تسمح لي أني أعيد يعني وأخلي حركات؟ شنو أكو بعد عندهم؟ حنة عندهم. إي نقش حنة. سويتوا حنة؟ لا بعد. أنا أروح أسوي حنة. أوكي. والله أنا هم أريد أعيد وأحس روحي بالعيد مو بس. شلونك؟ الحمد لله. شلون العيد؟ بخير حلو. سويتوا أول يوم؟ والله عايدنا الأهل. زين. طلعنا البيت بيبي. وهسه بدنا نطلع بدنا نفطر.
بدنا نفطر. تطلعون باقي الايام لو بس سوى اليوم ان شاء الله، بس استفتاح خير. حلو. والازدحام مالا انا اخر. انت شلونك بالعيد؟ الحمد لله. ايش قد حصلت عيديه؟ 50,000 حد الان. حلو. هاي اول يوم خوش استفتاح. اي ايش قد ناويه يعني الرينج مالتك لوين توصل؟ 100 كافي. ها قنوعة. اي يعني بعد ليش 50؟ اي شدي حيلك على اهل ان شاء الله. عايديهم باكر من جديد. اي اوكي. اي شو رايك تو يوم الصبح؟ قمر كاهي لحقتوا؟ اي بالعافيه. يعني عمر ان شاء الله على قلبك. عائلتكم كبيره ولا صغيره؟ لا صغيره يعني وسط. كم نفر؟ يعني ستة. ستة وسط يا الظالمه. اي زينه يعني مو احنا كبار كليتنا فما نحس بيها. يعني ما تحسون ان انتم عائله هوايه؟ بالضبط. كل شخص بيكم شايل مسؤوليه. بالضبط. انتم شو تصيرون من بعض؟ اخوات. يا عمري الله يستر عليكم. ايش قد فرق العمر بينكم؟ هي 2009 و 99. 2009؟ اي 99. ومعايده وانتم حاطه ظافر وفاتحه شعرك والحياه ورديه ومحصله عيديه. 2009؟ اي هي شوفي 2009 تحسيها بعدها بيبي، بس من تساليها على عمرها تطلع كبيره. قد عمرك؟ 15 سنة. شوفي تطلع كبيرة وصايرة إنسانة تعتمد على نفسها ومهارة، بس من تقول 2009 تحسين تظلمين كل شيء مو؟ صح نعم. يتغير هيك شيء يفتر عقلي من أسمع 2009. إي زين شو طموحك بالحياة؟ يعني شو أصير من أكبر لو؟ طموحك؟ إنه أفيد أهلي يعني لما أكبر. أوكي. وأحقق حلمي. شنو هو؟ أصير أدلة جنائية. ولي امه مو هينه. ادله جنائيه مره واحده؟ اي يعني حتى مو محققه او محاميه؟ لا لا ادله صعبه. انا مو احب احقق وهاي يعني. زعجتكم بهذا الطلب؟ لا مو وياكم اتحقق بالبيت؟ لا لا. حلو. انت شنو تتمنين؟ انا اصلا علوم فيزياء. تحبيها لو بسبب المعدل؟ لا احب الفيزياء يعني. صدق؟ ماكو احد يحب الفيزياء غيرك بالدنيا؟ لا حلوه ترى. شنو الحلو بها؟ هي صح صعبه بس حلوه. شنو هدفك؟ معدل يعني اوكي انقبلت فيها اني. يعني انت كان هدفك؟ بس يعني لما دخلتها لازم حبيتيها طبعا. شوفي انت اذا ما حبيتي شيء راح تطلع عيون عيونك منه، فلازم تحبي. صح مو صحيح؟ صح. حتى تقدرين تتاقلمين. بالضبط. زين قبل هذا اليوم بسنه كنا بالعيد واني هم جيت سويت تغطيه بجويلاند بالعيد الكبير عيد الاضحى العام. شنو كانت امنيتك وتحققت لو لا اليوم؟ تذكرين شنو كنتي تدعين؟ لا شيء كان ما عندك العام وصار موجود؟ ماكو والله. يعني ما حققتي شيء بعدك نفس المكان؟ اي يعني ما عندي شيء يعني دا احققه وما تحقق. يعني سويتي؟ اي سويت. شنو مثلا؟ نجحت. من يا مرحله اولى كانت عندي ماده بها صعبه ونجحت بها. حلو. بعد ها هي ما عندي شيء بشخصيتك بنفسك تغيرت؟ اي اوكي. كنت يعني مثلا فعاليه او شيء يعني ثاني، لا تغيرت صرت اهدأ. حلو. تدرين انا وصلت مرحله ادعي انه يا ربي اكون هاديه ما اعصب ما انهار حتى لا اخسر فاطمه اللي بداخلي. حلو. فحلو انه انت تتغيرين للايجابي حتى اصلا حتى مو للعالم. بالضبط. حبيبي انت صحه وعافيه ورضا فدوي قلبك. فرحت بيكم يا 2009. انت يا اموال يعني اصغر مني بسنه. شلون العمر وياك؟ زين. حلو مو حلو. لازم احنا نحليه. شوفي والله العلي العظيم يعني ساري 25 سنه داخله على 26 بما انه احنا شهر السادس واني اصلا جوزائيه ميلادي كلش قريب. وكل عام واني بخير يعني. اكيد كل عام وانتم بخير. ما كل شيء اجى بالسهل. صحيح. كل شيء احنا وصلنا له دفعنا ثمنه. صح صحيح. ايش قد ما يكون عمرك صغير كبير، ايش قد ما يكون انجازاتك، ماكو شيء حصلنا عليه اذا ما احنا انطينا ثمنه مقدما. بالضبط. حتى مو بعد ما وصلنا له، لا هاي الكليه. بس لما نوصل نحس بيه. لا احنا نحس بيه بس الناس تحس شو اجى بسهوله. بالضبط. انت قد ما تعبتي على هذا الهدف واجاك تحسي استحقاقك. صحيح. يا رب يكون استحقاقك بهذه الدنيا كلش حلو ونصيبك من الرزق انت واختك من كل نواحي رزقك ولش بالمثل. امين. اتوال وجهك. اسال سؤال اوكي سهل ولا صعب؟ سهل. اوكي سهل. منتخب عربي؟ ما كل منتخب ما اعرف. جربي السؤال. اوكي. لو بمكانك ما راح اتردد لان كلش خرعتي خرعتني والله. ها حبيبي شفتك باليوتيوب. هسه شفتيني باليوتيوب؟ حياتني مو قدامك اني بشحمي ولحمي. شو اسمك؟ اسمي ملاك. ملوكة كل عام وانت بخير. ماكو وانت بخير؟ روحي صحي ماما وتعالي.
اوكي يلا حتى سولف وياها. اي منتخب عربي شبي شبي سلم عليك يقول لازم تلعبين وياها. منتخب عربي لقبه او لقبه الفراعنه. مستحيل الفراعنه يعني مصر يعني ما عاجبك الموضوع يعني هو اكيد مصر يعني هو منو غير مصر ما دام اكو فرعون يعني مصر مصر مو صح سهل لو صعب سهل تعرفين لو ما تعرفين اعرف يعني شطوره لا شطوره انت شاطره شاطره اوكي اعطيني هدا ها يا عمري فتوى الله شلونك زينه كل عام انت بخير بخير روحي صحي اهلش حتى سولف وياهم احس شايفه هاي من كنا جهال يقولوا لنا عفوا يعني روح البس وتعال ده ناخذ بالضبط انا ويطلعون ويعفونه انا ايش اسوي بالاطفال اقول روح صح اهلك وتعال اهلي ما يقبلوني انا ابقى صافنا عليهم راحوا. هذه هديتين الاولى مقدمه من جراند سماره بالف عافيه بسيد الحليب تروحين تحقنين يمش وجهك يمها وجهك بالف عافيه او تختارين الاوبشنات المقدمه كهديه من عندها توما العزاوي حقنها يجنن اني دائما احقن عندها نظاره وجهي كلش حلو على نظارتها وهذه هديه من رسل العزاوي سبا بالعامريه بشارع العسل اظافري كلها يمها شوفيها شلون حلوه والله تحب الاظافر حتى انه جنابك 2009 بس اشوف اظافرك ولازق اظافر اصطناعيه تروحين تبدلين وتسوي نفس اظافر حلوة انا مسوي كفر جل اوكي احبك انا هو احبك حياتي انت كل عام وانتم بخير مع السلامة عمري. مشاهدينا الكرام شوفوا هو صح عيد بس الدنيا حارة فاحنا عراقيين ونتأقلم حمزة والله ما اروح فاصل اروح اسوي حنة وجهي اي ترى ما لي علاقة اني مرحبا عادي اجي يومكم شكرا عمري زاد فضلك ان شاء الله تعالوا كل عام وانتم بخير صحة وسلامة من العايدين مرحبا اهلا وسهلا حبيبتي انت بخير صح وسلامه ينعاد عليكم من العايدين ان شاء الله ان شاء الله شنو اخباركم الحمد لله بخير يا ربي دائما كل عام وانت بخير وانت بألف خير يا روحي تسلمين شلونك يسلمك حبيبي يا ربي دائما تكونون بالخير شوفوا اني هسه التقيت ويا بنوتات واثنيناتهم كانوا مسوي لا واحدة منهم كانت مسوية هنا جليتر هو هذا شغلنا شغل البنية هم غششوني واني بصراحة عيد وفرحانة وحمزة ما راح ينطيني مجال لا قبل الحلقة ولا بعد الحلقة هلا بيك يلا تعالي تفضل هلي شنو تسوي لي اول حنا لو جليتر بعدين اذا تجي يمنا اقعد هنا اني اوكي عادي اخذ الكرسي الحمد لله شو اخبارك يا عيد يسرى لو يمنا كيف اللي يعجبك اوكي خليها حتى نسولف اني اجيب هذه صار قد تشتغلين بالحنة أربع سنين تقريبا ما شاء الله أربع سنوات مو شوية شوفي أريد رس مال منصور أوكي هسه هسه هنا بجويلاند مستمرة لو بشكل متقطع لا إن شاء الله مستمرة يا ربي دائما شنو راح ترسمي لي فراشة أحلى شيء إنه أنتي أنا ما قلت لك ترسمي لي أنتي رسمتي لي على ذوق مو أنتي شكلك مال فراشات يا خجلتني الله تموت يا عمري والله البنات تعالوا بعد كم يوم للعيد سووا حنة ويوم رحمة وما باقي نهاية العيد صح؟ إن شاء الله إن شاء الله تعالوا يمها ورسموا حنة حلو كلش حبيتها بحيث نسيت لازم أبوع على الكاميرا يا عمري الله يرزقك إن شاء الله جنن سويتي بالعيد؟ يعني تنظيفات العيد كليتي يا ريتني ما سألت طلعت صعبة السالفة بعد الأهل يجون استلمتي عيدية؟ أعطي أنا مو أستلم هدي أنطيش عيدية وصفة ليش أنا هسه أنطيش كبيرة صرت كبيرة ماكو هيج حكي إحنا ما نكبر على العيديات هسه أنا أنطيش يلا العد ناجدي أهلي قولي لهم لازم ماكو لا مو أهلك حبيبي الشعب العراقي بالكامل ماكو شيء اسمه أنتم كبرتوا على العيديات بما أنه أنتم تشوفونا أطفال طول عمرنا ودائما تنصحونا نصائح وكأنه إحنا بعدنا صغار فإحنا الله سويتي لي حرفي أكيد عمري كلش ممنونة أني هي راح اعوفها نهاية الحلقة. اوكي اكمل جليتر حمزة تسمح لي اكمل عيديتي يعني وهسه بعدين ننطي عيدية مو بعدين ننطي عيدية خلي شوي استغل. اوكي. مرحبا راح ارجع اقعد هنا هنا أنا نفس المكان اوكي يلا تعالوا خلي نكمل جولة العيد وين راح تسوي لي؟ انا شفت هذه البنت شفت هذه البنت هسه مسوية من ياجها يمكن مسوية من نانا كانت مو يا هو الاحلى. يا على راحتك سهل او صعب شغلك لا سهل ما يحتاج وقت لا لا يلا بما انه ما يحتاج وقت احنا راح ننتظر يا عمري اكو عوائل كلش هوايه خلف الكواليس
يا عمري خطية ينتظروني وأنا حايرة بالعيد وبعيد إيدي. يلا أنتوا تستاهلون واني استاهل عيدية حلوة مو؟ اوكي هنا صح مكاننا لو تجي يمنا شوية؟ لا تسوي لي هاي الخد. هذا الخد شنو من انا من هذه الجهة على مود تبينين؟ دير بالك على الحنة، اذا راحت الحنة ما كمل الحلقة. شنو هذا اللي استخدمتي؟ اول شي الجر حتى ثبت بي الجلتر. اوكي انتي شقد عمرك؟ انا 24. يا عمري ما مبين ما شاء الله. زين ايش سويتي بالعيد؟ والله يعني الأهل حصلت عيدية منهم؟ أكيد من الأهل من البابا. حصلتي؟ أي حلو عفا خوش بابا بعي. لازم إحنا ناشد أكثر على أهلك. أي أكيد الكليتشة من أخلى منها. أنت سويتيها لو اشتريتوها جاهزة؟ لا إحنا نسوي بالبيت. أي طيب كليتشة تكون؟ أكيد. خفايا اللي ورا ما ناكلها بعدين يصير عندنا جوال يوم بعد. لا لا من يمدح للعروسه يعني غير بعد من ايد امي. الله يحفظها لك ان شاء الله. الله يحفظها لك. ايش قد حصلت عيدي الحلال؟ نحكي يعني ما بيناتنا ترى يعني اهلنا وناسنا متابعين. اكيد اكيد يعني هسه حاليا بس من ابويا 25. عمري عمو الله يحفظه ان شاء الله. يعني هاي لحد الان انت باول يوم العيد بس 25 خلصتي؟ العافية. شو كانت حلوة هالشنو يا عمري. صدق عمري ما شوفوا كشخة العيد كملت. لازم يجيني حسن يعني سنت انطيتوني عيدية مو بس انا انطيتكم عيدية. حسن شوف خلصنا العيدية شوف جمال كانت حلوة. شوف لازم اسا انتو كلكم تجون تسوون هسا. خلاص اسولف وياك تعالي بعد قعدي وانتي هم تعالي تقربي يمي. شو عندش بعيده حتى اسالكم سؤال يعني مو بس هيك خاف على بالك. انتي ايش قد عمرك؟ انا 21. لا 21 ما متاكده. 2001. 2001 يعني 23. 23 ها بكتي سنتين؟ اصغر. تعالي تقربي تعالي تقربي بعد. حمزه يقول ما طالعين حلوين. انتي 24. شنو الهدف اللي حققتيه؟ اللي العام دعيتي بالعيد واليوم صار؟ اريد اصير رسامه. صدق والله اتحقق يا عمري. تحسين دعوتك مستجابه لو انت عندك حظ حلو؟ عندي حظ حلو ودعوتي مستجابه يا رب العالمين واقفي انا. يا عمري حاشا لله رب العالمين يعني صدقا واقف ويانا بكل خطوه. اكيد اكيد حبيبي. انت اكو دعوه دعيتيها واستجابت؟ اكيد كل الدعوات مستجابه. صدق ايش كنت حلو. احب هاي الناس المتفائله بدو الوجه. مثلا شنو اللي دعيتي؟ انا راح انطيك بس هذا البروفيل بعد ما تشوف هاي جاي على مود لك. شنو الشيء اللي دعيتي العام وصار؟ يعني هو الشغل الله موفقني بيه. متفوقه بشغلك؟ اي الحمد ناجحه. اي الحمد لله. الحمد وشكر يا ربي دائم. قلبك يا روحي. زين على صعيد الدراسه وين كنتي وين صرتي؟ انا ربت بيت. ما درست؟ لا ما درست. يا مرحله بطل. ثاني متوسط وعفت. ناوية ترجعين؟ يعني شغل وعندي أطفال اثنين. يا عمري انت عندك أطفال؟ اي. يا قلبي يا أمي شلون وشلون منهم وشلون شو وقت؟ ميناس عمرها سنتين، آدم عمره 5 سنين. ما شاء الله ميناس بنية اسمها. ايه ميناس ايه. وآدم؟ 5 سنوات. 5 سنوات كبير. ما شاء الله الله يفرحك بيهم إن شاء الله. وأنتِ؟ لا صدمي. الحمد لله وشكر ابقي. اكيد الله يحفظك. سلامين. بيتكم قريب على حي الجامعه؟ لا بعيد شوي. وانتي؟ حي العدن. لو فد منطقه يعني عود يعني انت عود يعني بكيف ايش تسوي؟ لا يا امشي لها مشي. هو مرات اجي مشعات. صدق والله رياضه. اي والله مو بعيده ابد. هو شارع واحد بين اي اي قريبه كلش. زين احكوا لي عن هدف هسه انتم تريدوا وان شاء الله التقيكم العيد الجاي متحقق. لا اكو اكيد اريد اكون رسامه معروفه. هاتين شهرين اي خلاص انت هسه صرتي ترند ان شاء الله. والله يا شفتي هذا الحلم ايش قد حلو تحقق. حبيبي تسلمي. احنا هسه صرنا ترند على كل مواقع التواصل. شكرا والله. وانت؟ انا ماكو شيء ببالي يعني هدف. انا امي مريضه ان شاء الله تصير زينه. حبيبتي صحة وعافية يا رب يا رب الله يشافيها ويعافيها ويستر روحي حبيب. فرحك في دول قلبك. ايش فرحت بيكم؟ عيونكم انطوني عيديات انطوني هدايا عاشت ايديكم. كلش سعيدة بيكم. ربي يوفقكم يشافي لك الوالدة. عمري عمري انتي تسلمين يا ربي يوفقك وتتميزين اكثر واكثر. كلش شكرا على الحنة
شو كنت تطير هدية؟ راحت ايدي، عاشت ايدي، شكرا. هذه هدية مقدمة من زينة وزمرد، باكج خاص للجسم او الشعر او البشرة. تراسليها على الواتساب ورا ما تشوفين هذه الحلقة، دزي لها المقطع مالتنا وهي تدز لك لحد باب البيت اي باكج انت تختاري. بألف شكرا حبيبتي، في دول عافية. وهذه هدية مقدمة باكج العناية بالجسم او الشعر او البشرة من السلطانة لينا، عنوانها بالمنصور ومقابل الحلواني. بألف عافية. الله يعافيك، كلش فرحت بيكم. حبيبتي الله يعافيك، كل عام وانتم بألف حبايب. مع السلامة. خلي احنا ننتقل من اشطر بنات بجويلاند بعد ما عمري زين عادي انزل يمك حتى ما نوقع. اوكي شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ حلوه هاي؟ ايه حلوه. حلوه الحنه؟ تدرين شايفتك في التيك توك وتابعتك. شكرا. وتدرين تابعتي غير حساب؟ لا، بصف علامه زرقاء. يعني شايفه حسابك في التيك توك مكتوب الاعلاميه فقط ما قيدار. اوكي تاكدي اذا بصف علامه زرقاء تابعي. اوكي تدرين كنت اتمنى اسوي وياك لقاء بس زين لقيتك. يعني تحققت امنيتك. تعال خلينا نمشي. يعني تحققت امنيتك؟ اي تحققت. حلوه اني لو مو حلوه؟ لا انت حلوه. صدق؟ اي شو العادي يقولوا لي مو حلوه على العيد اني صايره؟ سمع ليج من الناس انت احلى. هذا الدعم، هذا الجبر الالهي اللي يجي فجاه. ايش قد عمرك؟ عمري 11. اوكي هلو. انا شايفك. خالة تقول اسمك حمودي. كل الهلا بيك، روح صيحة لك حتى صوروا. ماشي. هلا بيك، كلش فرحت بشوفتك، كل عام وانت بخير. وانت بخير. شوفك بخير ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامة. الله يعافيك. حبيبي في دول وجهك. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم، تحملوني اليوم شوية راح تشوفون هذه الجهة اليسار كلش هواية لأن أنا كلش فرحانة بالعيد والحنة. الله يساعدكم، اسولف ويا هذه العائله. الله يساعدكم، شلونكم؟ زين الحمد لله. عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. من موالين تعال سلامه. احنا جينا من النجف بغداد، يعني اهل النجف. شلون؟ يلا الحمد لله. انتوا اهل بغداد واحنا جينا هنا نعيد، نعيد هنا. حياكم الله من النجف ولايه بغداد، ونعيد وياكم. احلى كلمه يقولوها اهل محافظه كربلاء والنجف ولايه ولاية بغداد. موت على كلمة الولاية. ولايتنا حلوة. مو تقولون ولاية على طول المنطقة؟ اي ولاية النجف. ولاية. ولاية وحتى ايه. ولاية كاظمية. ولاية كاظمية. حياكم الله على الراس اهل الكاظمية. ودائما نشوفكم على القناة، واتمنيت هذا اليوم نشوفكم. على راسي والله انا تشرفت. نتشرف بكم. عزك الله. احلى انتي. ما شاء الله يطلعني مو لا لا لي. لا يطلع شم حلوه. اوكي ايش يقول؟ اوكي تمام. وانتي؟ انا متابعتك قديمه. متابعتني قديمه؟ من شو وقت؟ من زمان. شو وقت من زمان؟ والله ما ادري بس من زمان متابعتك، يعني صار لي هواي. قناتك؟ اني اسمها قناه الفلوجه. فلوجه. عرفتها؟ والنعم من حالك. مليون. شنو من هي ان شاء الله توصل مليون؟ انت غير حسابي 3 مليون على انستغرام، غير 1 مليون و200 على تيك توك. غير حسابي الرسمي. شو تيهني؟ تدري العيد منسيق؟ وانا والله صارت عيدية ولا لا؟ وهاي اول مرة اطلع. ما حصلت عيدية؟ ابد ما حصل. ما حصل عيدية؟ وانت ما حصلت؟ لا حصلت. حصلت ايش قد حصلت؟ انا بس ابوي يعطيني 10. عمري منو ابوك؟ هذا ابوي. الله يحفظه. ويحفظك. خمسة. ما شاء الله خمس بنات. الله يستر عليك. والولد؟ واحد. انت ابنه؟ لا. بالنجف بالنجف. بس ابنك؟ ابن اختي ابن اختي. وانت؟ انا بنت عمتها. بنت عمتها، اوكي، يعني اخوك؟ الله يحفظكم ان شاء الله. انتم خمس بنات؟ اي. شلون شعور الخمس بنات ببيت واحد؟ هو حلو بس المسؤوليه علي، انا الوسطانيه. يا رب الوسطانيه مظلومه. العزيزه هي. لا انا العزيزه. اسمي على اسمك. اسمها حبيبي. انا كلش احب انا الفاطمه. يا عمري وديتها كل مكان. يا فاطم الله يخبر. تونا جينا من الاربيل. تونا جينا. رجعت لنا قبل بغداد. كل احنا كل احنا. كل احنا خضانه. شنو كل احنا؟ شنو ايش بتونس اكثر مني؟ حمزه والله حتى جازه ما ينطينا. ها؟ حمزه. لا يعطيك. ما ينطيني جازه، صار دعيد بالعيد، جت عيدت هنا. عام انتم بخير مقدما هاي. انا راح انطيكم عيديه حلوه بما انك عايشه حياتك، عايشه سني وبغني، والدنيا حلوه وياكم من نيران لاربيل البغداد. تعالوا ويانا.
ويانا من يقدم تركيا والله. اريد اروح السوريا حاليا احنا تركيا بعد كم يوم نروح السوريا بس وبعدين كم يوم يعني انت جوله مستمره ما راح توقفي وراي دور ثاني ليش تراجي دور ثاني ماجله ماجله لو رسبتي لا ماجله بس هاي العزيزه عندي هاي العزيزه ماكو كل العزيزات لا 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 مو كل العزيزات عيني بس فطومه فطومه لا لا هي اي فطومه عزيزه اي صحيح عزيزه غاليه ابوها معش ابوكي كم دللت بالرغم كل الوسطانيين مظلوم مديه موتي كل سنه مديه اليوم ايوه كل سنه يوديش لي قبل خمس سنين وقبل سنه راح مشهد لوين مشهد اي وقوم تدورين اي الف عافيه حبيبي يا عمري فرحت بك شايف واحد ما يفيل على عياله لا باك الله بي الأب حلو هذا بعد أبوي بعد غيرهم أنا شو تقولي لي؟ هم ذولا عز شيء بحياتي الله يحفظك لهم ويحفظهم لك شو تقولي لأبوك؟ أحبه بعد ما أعرف عفو التعبير تقول لك يعني عزيز أبوها هاي هو يعني الله يحفظكم إن شاء الله عمو هذه هدية مقدمة من معمل الشياو للألبان والآيس كريم ألف عافية استخدموها بالهنا وتصرفوها بالعافية شكرا كل اللي نورتوني مع السلامة مع السلامة بس لا تطخني ما يخالف أوكي ما يخالف مرجان أوكي ما قلتي شكرا عمري مع السلامة مع السلامة شكرا بخير مع السلامة حياكم الله بعد نشوفكم مرة ثانية شرفاني عمو على راسي على راسي مشاهدينا الكرام احنا هلا انت مو هسه شفتك اسمك حمودي لو غيرك لا نفسي كل الهلا خاله حياك الله حبيبتي شرفنا فدوى الوجه شلونك شنو عيونك حلوه ما شاء الله بس خلي اشوفك حمزه احنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام فاصل نشكر بكل كل رعاة برنامجنا وتحديدا معمل الشاو للألبان والآيس كريم فخر الصناعة الوطنية ونرجع من جديد من شياو يبرد ويرتب الجو يومك أحلى وكلش أشهى خلي ببالك دوم شياو حل حياتك بطعم طبيعي عيش دقائق بأنك حبة ضيعة جرب شياو من أول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة شياو تعني كلش مناسب انت اختار وكون الكاسب كلنا هنا حبين شياو نكهات عجيبة وكلش واو حل حياتك بطعم طبيعي عيش دقائق بأنك حبة ضيعة جرب شياو من أول مرة رح تلقى الفرحة كل مرة هلا بشياو البارد آيس كريم يا بجامد لجل عيونك اشتري واحلم بك وانا قاعد كمل وياكم مشاهدينا الكرام احلى بنات بالدنيا بالعيد شلونك الحمد لله كل عام وانت بخير انت بخير صحه وسلامه ما شو جاب ما تجينا بس دول اللي ما يعرفوا شو جابوا بالعيد ما شو جاب كل عام وانت مو انت بألف خير صحة وسلامة الله يسلمك انت بتعرف شو جابوا بالعيد المنا عايد عاد كل عام وانت بخير وانت بخير صحة وسلامة الله يسلمك شكرا من العايدين والفايزين يا الله جملة صحيحة ايش عبوكم ايوه شو قد عمرك 12 سنة 18 راح ادبر ما مبين وانتي 17 ما شاء الله الله يحفظكم بعدكم بزهرة شبابكم شو عجب انتي مو محجبه ما ادري ما تحبين الحجاب ولا انتي تحس تحبين شعرك اكثر احب شعري هو ما شاء الله شعرك يجنن الله يستر عليك ان شاء الله كلش حلو و بس انتي هم حلوه يجنن عليك الله يستر عليك شعرك شو تصيروا من بعض تصير امها بنت عم بابا شنو امها بنت عم بابا امها المهم قرايب قرايب اي قرايب قرايب شو علينا احنا شو تصير بالنجمة اي اي شنو دخلي اني شنو المهم هي قرايب قرايب المهم عندنا صلة رحم اي كلش قد تلتقون كل يمكن نص اشهر اكثر شيء بالعطل من العطل عيد انتوا التقيتوا؟ زين شو ايش قد حصلتوا عيدية من السنة 45 مو 50 بالعدلة؟ لا مو 50 خليها 50 خليها 50 حصلتي 50 منو انطات؟ بابا ماما خالتي عمي وها مانطاج مانطاج تروحي له اقول لك كل عام وانت ها بابا بخيل اه
اي ما ينطي ايدي ما ينطي حتى اني ما ينطيني. ما تتعاملين وياه؟ هو يعني يشقى ويانا بس بخيل. شنو طريقة البخل احكي؟ ها؟ احكي لي شلون يعني؟ يعني يقول لك انطيك فلوس بعدين ينهزم. يسويها وياك؟ يسويها دائما. شلون اذا اردتي تشترين اشياء موبايل؟ انا اجمع فلوسي. منين؟ من عنده. شلون؟ هو يومية و يومية لو بدون ما يدري تضمي. لا ها. ما يقبل يلزموني. يعني انت مجربة؟ جربت من استلة. شلون؟ بقيت نستلة من ماما ولزمتني. استلة؟ شلون عايشة يا ام الله يساعدك؟ لا هي مو نستلة هي باكيت. احكي الصدق اعترفي لي. باكيت. باكيت اوكي. ماما فتحت الكنتور ما تشافته. اي واذا عرفتي فلوس شلون تحصلين من بابك؟ رحت عراقية او يعني شيء يعني بالقوة. كل عام وانت بخير. وانت بخير. صحة وسلامة وبركة. اسألكم سؤال. اوكي. شو توجهين كلام البابا البخيل؟ احبه بس لا يصير بخيل. بحبحها. مو قولي له. بابا لا يصير بخيل وانطيني فلوس حتى اشتري من مينيسو. مين تشتري؟ مينيسو. شنو مينيسو؟ هذا مينيسو. اوكي ما سمعت الحرف الاخير. التطبيق الصيني. هو مو تطبيق صار محل باغلب المولات. دائما يشوف العوائل تروح له واسعاره حلوه. اي كيوت كيوت لانه صيني. مو سالكم سؤال. اوكي سالوا. صعب كيفك؟ صعب صعب. اوكي شنو هو الفيصل؟ ما ادري. الملك. الملك الملك فيصل. وشنو هو تخمس اليوم كيفك؟ لا شنو من هو الفيصل؟ منو؟ ما هو الفيصل؟ لا تغشين. ما ادري ما شفت اصلا. شنو شنو شعورك وانت دا تغشين؟ ما دا اشوف اصلا. انا ما اشوف زين. صار طلعت الحجج. انا ما اشوف زين ولبس نظاره وقاعده ناخر لحل رحله. انا قاعده وين رحله؟ انا ما اشوفه. لا بس هي شو قاعده؟ خاوه. اي اوكي. شنو هو الفيصل؟ ما ادري. السكين لو الرمح لو السيف؟ الرمح لو السيف؟ الرمح؟ سيف. الرمح. سيف. طب قول. ايوه سوينا سي سو. لا مو هيك مو هيك. شلون يسوي سي؟ سو. انطيني هديه. هذه هديه كورس تعليمي مقدم من لايف كوتش رسل صباح بألف عافيه للعلاقات الانسانيه والعلاقات التطوير الذات. تقدرين تقدمي لها تنزلي هذا المقطع وتدزي لها الكارت صوره وهي راح يعني راح تاخذك كورس كامل بتطوير العلاقات الانسانيه. اوكي مع السلامه. باي باي. شوف شوف خير. باي باي. باي سي. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بكل مكان وكل زمان. احنا نتمنى لكم الخير والبركه والعافيه والرزق والصحه والسلامه وين ما تكونون. ان شاء الله ترافقكم النيه الحلوه والرزق من اوسع ابوابه. تعالوا نسولف. ها وين رايحة تعرف وراها؟ وين رايحة؟ مش يصيرون منك؟ أخواني. أخوانك لو أخواتك؟ خواتي. شو اسمك؟ غزل. غزل؟ إيه. غزل. زيد عمرك؟ ما أعرف. ما تعرفين؟ ليش ما تعرفين عمرك؟ ما أعرف. ما قالوا لك عمرك إيش قد؟ ما. يعني خمسة لو أربعة؟ خمسة. خمسة. هاي ليش حاطة إيدك بجيبك؟ هيسي. هيسي؟ ها علي من عندك راسعة حلوة؟ علي. علي؟ شلونكم؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. عيدكم سعيد. ما تعرفين اكو مشكلة بالشعب العراقي عنده ايرور من يعايده ما يعرف يجاوب. بتعرفين تجاوبين؟ لا مستحيل. منو مسوي لك لوك شعرك؟ اني. كلش حلو. شكرا. كلش انيق وحلو. شلونك؟ زين الحمد لله. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. حو سلامة. حمزة خليني الغي المعايدة من الحلقة. دعان عايدهم ما يعرفون يجاوبوني. نلغيها بدون كل عام وانتم بخير. عيد سعيد. كل عام وانتم بخير. نرجع على كل عام وانتم بخير. زين شنو المشكلة ان انتم تعرفون تجاوبون على المعايدة؟ ما اعرف. ما اعرف والله. هو بس وانتم بألف خير. بس على اي معايدة؟ اي بس هاي هي. ها. اي مباشر لو بالتليفون لا عادي. لين بالتليفون تفكرين وتروحي تبحثين على جوجل. يلا اي صحيح. زين اسالكم سؤال. يلا سؤال صعب ما دام حتى انتم ما تعرفون. لا
تعايدوني، شنو هي الدولة اللي تكون تحد العراق من جهة الغرب؟ تركيا؟ لا. تركيا من الغرب؟ تركيا بالشرق؟ أقصد إيران؟ بالشمال بالشمال إيران. شمال من الغرب؟ شمال تركيا؟ إيه شمال تركيا. إيران من الشرق؟ الأردن. بطلة؟ أي غشش حمزة؟ لا احكي الصدق. لا والله حمزة الله عليك غش والله؟ اوكي انت بطلة. شو جاب تركيا بدال الأردن؟ ليش غيرتي مسار الدولة؟ شمال تركيا مو صح؟ انت بالأول دعايديني عدل؟ دين دوري على تركيا بعدين شوفي تركيا وين؟ هذه هدية مقدمة من رسل العزاوي سبا بالعامرية بشارع العسل، بالعافية عليك تروحي تسوي نيو لوك لأظافرك حياتي وسلمي لي عليها. يا صديقي عمري مع السلامة. باي 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 باي. في العمر شلون تعرفين؟ علفتي هسه علفتي. يلا مع السلامة مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين لو نطلع فاصل؟ ها مستمرين. اوكي مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم داخل جويلاند، نسولف ويا اهلنا وناسنا واحبابنا اللي من مختلف محافظات العراق وحتى مختلف مناطق بغداد، بين الكرخ وبين الرصافة. بين الكرخ وبين الرصافة اكو كل الحب، كل الود، كل المعزة، كل جمال الدنيا الحلوة بين اهل بغداد، بين ناسها، المحبة الطيبة والنية الصافية والدعوة الحلوة اللي دائما نسمعها من اهلنا اصدقائنا وناسنا ومعارفنا. فشكرا لكل كلمة حلوة نكتسبها منكم. مرحبا شلونكم؟ عادي اسولف وياكم؟ اوكي سووا لي مكان بيناتكم. لا تعال انت من نانا، عاشت ايدك، وانت هم روحي من نانا. الو انا جايه من البدايه وقاعده هنا مو اسهل. شلونكم؟ الحمد لله زين. كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. رموشك حلوه. شكرا. كلش جميله حبيبي انت. شكرا. شو اسمك؟ امنه. قد عمرك؟ راح اصير 16. رموشك مو حلوه بعدك صغيره. شلونك؟ الحمد لله زين. انت شلونك؟ 18 انا عمري. 14. الله يحفظكم. شو تصيرون من بعض؟ اخوان. ما شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. صحة وسلامة علينا. شنو أخباركم؟ الحمد لله. شنو سويتوا أول يوم العيد؟ افطرينا هنا أنا ودنا العام الصبح. ايش سويتوا؟ قبل جيت افطرت قبل العيد بلش؟ نايمة جيت نايمة. ما شفتي شي من العيد؟ لا والله. لا تريقتي جيمر وكاهي؟ لا عايتي الوالد؟ لا عايتي الوالد. ايش وقت عايتي يوم المغرب؟ يعني من قعدت؟ الساعة 4 يعني تقريبا. تتشاقين؟ والله. صلاة العيد الصبح فوتتها راحت. زين احكي لي ايش قد حصلت عيدية؟ هواية وقاعدة بالأربع العصر. انا لو منهم منطيك ما عايدة. ايش قد حصلت عيدية؟ تقريبا 40. اي زين عاد انا منطيك عيدية. اوكي يلا صار عندك عيدية عيديتين. لوس عيدية حلوة. اي اتفقنا؟ اي اوكي اعطيني عيدية. عاشت ايدك. هذه هدية مقدمة من لايف كوتش رسل صباح، كورس تعليمي لتطوير الذات والعلاقات الانسانية. بدل ما تنامي للأربعة قعدي من وقت اخذي كورس اونلاين. اوكي وطوري بيه علاقاتك ومهاراتك الانسانية. اوكي عشتي. كل عام وانت بخير. وانت بالف صحة وسلامة وبركة. علينا وعليكم. مع السلامة. مع السلامة. كل عام وانت بخير. وانتو بخير. تسلم. مشاهدينا الكرام انا مستمرة وياكم من هاي البنوتة الحلوة النعسانة اللي ما شايفة شيء من اول يوم العيد. ناخذ فاصل ونرجع لكم من جديد. كل عام وانتم بخير. وانتي بألف خير. صحة وسلامة. الله يسلمك ويخليك. شو تصيرين منها؟ أني خالتها هاي بنت أختي. والله. أي والله. شي أطول منك وأكبر منك. بعث يا خشنة. على. شو؟ زين الحمد لله. عام وانتي بخير. وانتي بألف خير. صحة وسلامة. سلامتك. حبيبي ليش أنتي أطول من خالتك؟ والله ما أعرف. أنتي يا أموال. 2006. عمري وأنتي. 91. تشاقين. اي والله. عزين عزين انا العيد يوقف شويه يصفر على الوضع اللي احنا بيه. اكو فرق عمر كل شوي وكن عمر تجنن كل شوي. تسلمين حبيبتي. حافظي على رشاقتك. ايه شلون غششي؟ ايه ما اكل هوايه. اوكي عايشه بالليل. اوكي بس اتريق واتغدى. زين شنو تتغدين؟ غدا دسم عادي؟ لا يعني غدا عادي دسم اني ما اكل يعني اني ما احب. واكل كل شيء كل شيء بس شويه شويه. حلو نظام انه انت ما حارمه نفسك من شيء بس مو ضروري الا تشبعين كلش فول انه شويه شويه. صحيح. زين انت الله يستر عليك كلش جميله وسمارك كلش. شكرا يا ضي حبيبي. كلش جميله الله يستر عليك. شكرا. انت من وين؟ ها هي اصلا عايشه بامريكا.
اوكي صار لك كم سنة؟ أنا مولودة بأمريكا. يا عمري يعني لا عايشة بالكرخ ولا بالرصافة؟ ما تعرف. أنت وين؟ أنا عايشة ببغداد باليرموك. اوكي يعني بالكرخ. شوفي أنت عراقية أبو أم صح؟ إي صح. حلو. أحلى شيء بهاي الدنيا بغداد. انت ما اتش المكانك يسوى الدنيا. احلى خطوه سويتيها انه انت جيتي تزوري. اي طبعا بغداد عباره عن كرخ ورصافه. احنا حاليا بجانب الكرخ. انا ما عندي معلومات كلش عميقه وعريقه عنها حتى ما اظلمها او اخطا بيها، بس وعيت على الدنيا انه هي اجمل مكان بهذه الدنيا كلها. اي جميله كلش. هو فتحت عيني على بغداد وما اقدر اعيش بليها. اي صح بغداد كلش حلوه. حلوه وراح تشوفي بها مناطق بعد احلى شويه لو جايه بالبرد. اي صح صح. انت بامريكا دائما الطقس عندكم بارد؟ اي عندنا بارد وعندنا حار يعني شوية يعني عندنا. اوكي صار لك ايش قد ببغداد؟ هسه صار لي يمكن اسبوعين اجيت. حلو. اوكي شنو شفتي بالعيد؟ شنو اجواء العيد؟ والله قعدنا وماما عيدتني وسوينا كليتشه وطلعنا رحنا هنا يعني اجينا المدينه. سكي امرك؟ اي طبعا. طيب اي خبو ماكو بامريكا؟ لا اكو بس يعني مو نفس العراق. إيه؟ نفس العراق مو نفس بغداد. شنو شفتي بس بغداد لو رحتي محافظه ثانيه؟ لا احنا شايفين بغداد يعني بس ما. بغداد. ايه زين. وين تعلمتي اللغه العربيه؟ والله من امي. بس من امك اخذتيها؟ ما درستي هناك؟ ماكو مدرسه عربيه؟ لا اكو بس يعني ماني ما دارسه يعني بس اعرف من البيت نحكي عربي احنا. ايه دراستك عادي؟ ايه دراستي بالامريكا. اوكي شنو طموحك بالحياه؟ انتباه قرروا وسام. تريد تصيرين؟ أتوقع تريد تصيرين؟ أهلك بالانتظار. أريد أكبر أروح للكلية إن شاء الله أتخرج. انتباه. و... شنو الجامعة اللي تحبيها؟ أريد أروح جامعة بالأمريكا مال كنتاكي. أوكي. إيه وأريد أروح أصير يعني بالمستشفى. شنو كنتاكي شنو المستشفى؟ لا قصدها إنه هي تعيش بهاي تريد تدخل بالجامعة اللي هي مدينة كنتاكي. مدينة كنتاكي. اي مو الجامعة. اي مو جامعة. جامعة شنو اسمها؟ اسمها University of Kentucky. اوكي اوف كنتاكي زين. بالش تجين لبغداد تستقرين لو لا؟ هسه والله ما اعرف يعني صغيرة يعني يعني ما اقلم. انت بامريكا مستقرة؟ اي مستقرة الحمد لله. الحياة هنا؟ اي حلوة الحمد لله بس مو نفس لبغداد. انا يعني اول وحدة تقولي الحياة بامريكا حلوة. اي دائما يقولوا لي الحياة مملة بس working work وهذا. اي يعني الكبار طبعا يعني هيك يصير بيهم بس انا يعني شويه صغيره فيعني عندي صديقاتي وشي اشياء متونسه. اي متونسه. حلو. اي بدائي لا الله يرجع لل 91. شلون انت 91؟ والله اني بعد 91. اني مولوده بالبغداد بس ما عشت بيها. عشت كم سنه بعدين سافرنا. وين؟ للسويد. شلون كانت رحلتك للسويد؟ بالبداية يعني ما حبيتها إنه لأنه أنا يعني عايشة بالعراق وأحب العراق وأني أحب العراق يعني لو بيدي أرجع بس شو أسوي أنا وأهلي هناك. يعني أنتي مستقرة جاية رحلة وراجعة من جديد؟ إيه إحنا التقينا هنا وهي هاي يعني بالنسبة لنا أحلى مكان نزوره هو بغداد. أنا كلش أحب هذا الشعور الانتماء. كلش واحنا نحس احساس غير كل الناس لانه كلش نشتاق لبغداد وكل شيء كل تفاصيلها يعني حتى هاي الناس الملتمين احنا نحس احساس كلش حلو لانه شيء يختلف بالسويد او حتى امريكا تكون حياه جامده اكو هوايه عادات وتقاليد وعرف احنا هنا ماشيين عليها هناك عدم اكو مناظر بالشارع مو مثل ما الناس تعرف عنها كل شيء حلو واو لا اكو مناظر كلش ملائقه لا كعرب ومسلمين لا. ما متعودين عليها. لا والله يعني انا صار لي سنين بس بعدني ما متعوده يعني. اي والله اشوفكم بخير عمري الله يخليك. كل عام وانتم بخير وانت بالف خير. حصلتوا عيديه ولا لا؟ انا حصلت عيديه من اختي. متى انطتك؟ انطتني 10,000. يا يابا والله مبلغ. اسالكم سؤال؟ اكيد. حصلت عيديه؟ اي طبعا من امي. 25. اكثر من مو امها اني اختها. المفروض انت اكثر. بعد انا اهلي طوني. انت كل يوم عيد اخذي 10 يصير 40 بالنهايه. اي هم فكره. اوكي بنرجع باكر عايديه واخذي منها ان شاء الله. اسالكم سؤال؟ اوكي تفضل. جاهزين؟ جاهزين. سهل لو صعب؟ سهل. اوكي كم عظمه في جمجمه الانسان؟ اويلي هذا سهل؟ لا بدل مو سهل. تخمين
والله ما اعرف. عمري العيون الجميلة الله يستر عليك. ها. يمكن 5 ويمكن لا. 5 في 5. 25. 25. ناقص 3. 2 هي 22 عظمة. 22 عظمة. أول مرة بحياتي أعرف. شكرا لك. أنا أول مرة بحياتي أقرأ الجملة. حبيبي والله. بما أنه أنتم ببغداد الحبيبة فهذه هدية مقدمة من توما العزاوي بالمنصور سيد الحليب، تروحين ترتبين وجهك الحلو. هي خبيرة حقن نظارة أو بلازما أو تنظيف بشرة، شنو اللي تحبي تحجزين وتروحين. أشكرك كل الشفاية وكل عام وأنت بخير وإن شاء الله كل سنة تشوفك. حبيبي فدوى لعيونك. وهذه هدية مقدمة من شركة ريح البراري، سفرة لإقليم كردستان، سفرتك مدفوعة التكاليف، الأهل يدفعون فلوس ما علينا بيه. شكرا الله يسلمك. نورتيني. أنت نورتيني. قريبة عليك بالعمرية تقدرين تروحين تثبتين حجز وتروحون وتتونسون. إن شاء الله أشكرك كل الشفاية. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. مع السلامة حبيبتي. حياكم الله. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم وما زلنا بحلقتنا لهذا اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة ورزق وعافية ومسرة وتحقيق الأماني والأمنيات والأهداف والأحلام. قبل سنة كنا هنا نفس الكادر نفس اللمة، كانت اكو هواية علامات استفهام بداخلي وفكري أنا كفاطمة. الحمد لله اليوم هي محلولة وحققت هواية إنجازات وعبرت هواية مسافات. إن شاء الله العيد الجاي أنا ولوجو قناة الفلوجة نلتقيكم أيضا بمناطق بغداد. مرحبا، شلونكم؟ كل عام وانتم بخير. سووا لي مكان أقعد يمكم لو ما تريدوني. ها أقعد يمكم. يلا تشرف. شلونكم؟ خالة شلونك؟ يمك الكريم. يا عمري كل عام وانت بخير. واجمعين صحة وسلامة. الله يسلمك. الله يحفظك. يعافيك يخليك. عمري خالة صحة وعافية وطولة عمر. عمري حياة. دول عيونك حبيبي. شو يصيرون منك؟ منو ذول بنات يا عيني. يا عيني ما شاء الله شلونك؟ هلا وحبيبتي. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. صحة وانت بألف خير. وانت بألف خير حبيبي. صحة وسلامة. شكرا حبيبي. من الكبيرة؟ أني. يا عمري وانت؟ أنا الثالثة. أي وسطانية مظلومة ولا لا؟ لا الحمد لله. أنت وسطانية مو مظلومة؟ لا الحمد لله. والصغيرة؟ لا زينة الحمد لله. بعد اثنين ورانا وولد بعد ما شاء الله. والكبيرة كلها براسك؟ كلها براسك. مسؤوليات كلها عليك طبعا. إيه. شنو أخباركم؟ شنو سويتوا بالعيد؟ والله اكو غير الكلية نسويها على مود حضرناها للعيد وحضرنا شغلات على مود اخاف يجونا خطار. ما جاكم اليوم خطار؟ باكر يجون. بعد باكر يجون. الله هلا بيهم. الله يسلمك. طلعتوا اول يوم العيد على مود الازدحامات؟ اي والله هو الازدحامات بس هي شوي قريبة علينا المنتزه. زيارة الاهل. اي شوي هم بالليل قررتوا تغيروا الجو؟ اي والله جينا هنا ولو حاره. على مود حاره. لو حاره عادي. اي عادي عادي. حضرتك موظفه ولا ربة بيت؟ انا كنت موظفه بس طالعه تقاعد. ما شاء الله. شت يا مواليد؟ مواليد 1962. والله؟ والله. ما شاء الله. تدرين ما مبين؟ خاله تضحكين؟ فرحانه بناتش ما مبين عليهم؟ عيني بناتي مدللات. اولي شنو نوع الدلال اللي ربيتيه؟ والله دلال عندهم اهب. شبيه؟ ابد ما هي وجد مثله. شنو اللي شنو مميز يعني بالاكل بالدرجه الاولى؟ هو يطبخ؟ لا انا اطبخ. انت؟ هو يجيب. هو يتسوق؟ الذبيحه يدندلها ويقطعها. اوكي. بعد شلون ربيتيهم بحيث هم هيك ربيتهم مبين عليهم؟ كلهم مدارس عيني. اوكي. مدارس لو جامعات؟ لا عندي الصغيرة أصغر ما بيهن 4 شهادات. ما شاء الله يا ربي دائما هيك فخورة حبيب. آخر شهادة هسه قبل 8 أشهر اجتي من مصر. يا عمري. وماخذة شقة كبار الزوراء بوابة العراق. اوكي. ضمنتها شكل ترتيب زين وشكل الطبين بيها ما يهلش تطلعين الشقه لو جمال بنتك. شقه عبالي جمال بنتك. والجمال بعد احلى. بعد بنتك احلى. زين خاله يعني انت نقدر نقول اختاريتي الرجل الصح حياتك كزوج؟ اي طبعا طبعا. حبي؟ اي اموت عليه. بعد عايش؟ لا والله راح صار له 12 سنه. الله يرحمه. راح السوريا
الجمعة السبت الأحد صباح ميت بسوريا لأن عافت مو لأن عافت أيوة ثلاث أيام ما تحمل أي أيوة والله هو يعني صدق يحبنا دي تحبيك أنت؟ أي هو وأخذني على حب زوجت على حب؟ أيوة. زين احكي لي شنو تنصحين البنات يتزوجون على حب لو زواجها لهم يختار كلهن على حب ها كلهن زوجتين على حب هن يعني زواج الحب ناجح و... اي 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 يعني اكو الحب فاشل لا 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 ابد ابد حب ما مات ورا الزواج ابدا ما يعني حب ماكو مثله احبك والله حب ماكو مثله كان يجيب لك هدايا يهتم بيك كل عيد مالها يجيب هدايا عمر عم الله يرحمه الله الف رحمه على روحه يا ربي الف رحمه على روحه شنو شعوركم وامكم هيك تحب الوالد الله يرحمه شلون العاد مو هو مدللها وهي هم تحبه ومدللها اي الله يرحمه احنا دائما نقول الله يرحمه أبد ما خلت شي بنفسنا شو ريدي يجيب لنا مدللنا دللنا دلال والله يعني أنت هسه وصلتي لي شعور حب من جديد أي يعني أي يا عمري خالد يقول وجهك يا أبويا صحة وعافية إن شاء الله تجي العافية خالد أنطيتي عيديات بالعيد بالعيد أطيهم كل أطيهم اليوم من الصبح اليوم أطيهم اليوم اليوم وإلى شوية أطيتهم شوية بعد عالتقاعد عيد العيدي يا عالتقاعد التقاعد يا عمري خالد قبل ست ايام اخذنا التقاعد اي صرفتيه بالعيد خلص قضى خلص التقاعد ذاك بعد هسه لا اكو من بقى عيد. شويه بقى له خطان هسه اليوم سوتكم غدا كمه وتمن وعافيه سبع عافيات من تاكينا لاسويها ما يسويها مره ابدا سبع عافيات خاله بعدش تطبخين لحد الان؟ الحمد الى حد الان ايديها الام زين ازواجكم يحبوها يموتون عليها لان ما عندها اي اذيه عندها اذيه خالتي شوف شوف البراءه اللي موجوده اي اي لا لا ما تتدخل ابد 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 ما تتدخل مشاكل يعني حتى لو تصير مشاكل بيننا وبين ازواجنا تفزع لازواجنا ما تفزع لنا يموتون علي نسابتك اي تحبيهم اي احبهم ايوه ولدي الله يحفظهم زين أنا عندي بس واحد يوم يا عمري خمس بنات واحد ولد الله يحفظه لك يا رب زين خالة انطيني دعوة حلوة إلي 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 ادعي متزوجة لو ابني أنا متزوجة وعندي أطفال الحمد لله يا عمري خالة علي الدعوة حلوة إلي وكل بنية تشاهدنا يعني البشر كل ما يصير زين يصيرون أحسن من عنده المقابيلة أوكي فهمت أنه أنا أقدم الشيء الزين للناس المقربين بحياتي فهم حيجازوني بالأحسن بعد أحسن. يعني ما أصير صعبة أو عنودية أو ما أنجرع أو أنق فهمتها مو؟ أي فدوى قبيل فدوى الوجه يوم أنا كل شيء تشرفت بيك خالة ما تدرين إيش قد فرحتيني بعد عمري حياتي والله أعطيتيني طاقة جنة عزيزي يا عمري خالة فدوى الوجه هذه هدايا ايش قد عددها ثلاث هدايا الاولى مقدمه من السلطان لينو عنوانها بالمنصور مقابل الحلواني تستلمون من عنده باكج خاص للعنايه بالجسم بالشعر بالبشره اللي انتم تختاروا وهذه هديه ايضا مقدمه من زينه وزمرد تدزيلها هذه المقطع وتراسليها على الواتساب وتقوليها انت فزتي يا فاطمه قيدر وهم تختارين باكج من الباكجات اللي توفرها سواء للشعر للجسم للبشره من براندها الخاص وهذه هديه ثالثه حجي انا راح انطيها لك هاي الهديه ستروح تغيرين جو الف عافيه يوم هذه هديه من شركه ريح البراري عماش طه وعلي الكبيسي تخابريهم يجاوبوك على هذا الرقم هم بالعامريه بشارع العسل بالعامريه سافرين لاربيل لو الكردستان اي محافظه مجاني تسهيل الله والبنات يدفعن فلوسهم ما علينا بيهم ما عليهم هم ما يدفعون اي بعد ست اي بس على الراس من بغداد لاربي الله يسلمك حبيبتي خالتي ولو انا ايش قد فخوره وفرحانه لان سولفت وياك والله اني من شفتك عجبتيني يا عمري خاله فد اريد اباوع عليك من هنا يا عمري فد اريد تجين دنان نحكي وياك يا امي انا اتشرف الله جابك يا قلبي خاله اتشرف انت المخرج يأشر لي انه خلصت الحلقه وانا سولف وياك واخذتني السوالف وخلص وقتي
نعم. انت مسك، انت احلى شيء بالعيد كله، انت عيديتي اليوم. دوا حبيبي والله العظيم كلش فرحت بيك بنتي العزيزه يا عمري خاله حياتي عيوني انا متشرفه هسه يا عمري انا اتشرف اي والله والله العظيم انا احب العالم كلها ما اكره احد يا عمري ما اكره الله يستر عليك يوم صحه وعافيه وطوله عمر احب الخير للبشر والله العظيم بالمثل بناتي شاهدات صحة وعافية يوم التشبيش اقول لهم يما خطية يما عيني خطية ما ادري شنو يا عمري والعظيم محمد يا امي بس لا تبكين يا قلبي خالة دمعتك غالية علينا واحنا بعيد لا تبكين دمعتك غالية انت اصلا رزق بهاي الدنيا انتم النسوان الكبار حبيب. الخير والبركة كل شيء تشرف احمد العافية عام وانت بخير يا قلبي فدوى الوجود وصحة وعافية ورزق حبيب. كل سنة وكل عام وانت بخير وعافية عيوني حبيبتي مع السلامة عمري مع السلامة كل هلا فدوى الوجود يوم مشاهدينا الكرام يا الله شلون طاقة حلوة هاي العيدية الحقيقية طلعت مو الحنة عيدية حقيقية هذا الدعم الجبر الخواطر اللي صار هسه كنت أريد أقولكم مستمرة وياكم بس أنا حرفياً مستمرة وياكم طيلة أيام عيد الفطر المبارك ببرنامج عيدكم مع فاطمة قيدار أكيد عودتوا علينا نطلع عليكم إطلالات حلوة مختلفة بين أهلنا وناسنا بمختلف مناطق بغداد وحتى محافظات العراق وصلت لختام حلقتي لهذا اليوم حلقة كانت بها طاقة موت طاقة كلش حلوة كلش إيجابية كلش تجنن طاقة حب طاقة عطاء يا ربي كل سنة وكل عام هذه الطاقة متجددة عندنا ما تنقطع من عندنا تبقى متواصلة ويانا طاقة كل شيء حلو بهذه الدنيا مستمرة وياكم كل يوم راح تشاهدوني على قناة الفلوجة الفضائية خلال عيدنا المبارك وعيد الأضحى وكلش سعيدة وفرحانة أنه أنا متواجدة بين أهلنا وناسنا بحي الجامعة انتظروني إن شاء الله باكر بمنطقة جديدة شكرا حمزة شكرا حسن شكرا كريم شكرا طه العبيدي بالمونتاج شنت وياكم فاطمة قيدار شكرا لرعاة البرنامج وتحديدا معمل الشياو للألبان والآيس كريم فخر الصناعة الوطنية مع السلامة.